أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه التغطية المستمرة والحية مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة جهود الدولة المصرية لإجلاء المصريين المتواجدين في السودان. منذ قليل تابعنا وصول مجموعة جديدة من المصريين إلى مطار شرق القاهرة. كان أيضا ذلك المطار أو مطار شرق القاهرة كان استقبل بالأمس مجموعة من المصريين، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية وتنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان وصول المصريين المتواجدين في السودان إلى أرض الوطن بسلامة. كانت هناك خلية أزمة كانت قد شكلت من أجهزة الدولة المعنية تضم مختلف الوزارات، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات العامة المصرية، وزارات الداخلية والخارجية والهجرة، تتابع الموقف عن كثب لتأمين وصول المصريين إلى الدولة المصرية بسلام. وتم في هذا الإطار التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة وأيضا مساعدة مختلف الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. والدولة المصرية تتابع كما ذكرنا مشاهدينا الكرام عن كثب وصول المصريين وتوافد واستمرار وصول المصريين وغير المصريين في الحقيقة، سواء إلى مطار شرق القاهرة أو معبر أرقين أيضا الذي يستقبل أعداد كبيرة من المصريين وغير المصريين، سواء من السودانيين القادمين إلى مصر أو حتى أبناء الجاليات المختلفة. تؤكد دائما الدولة المصرية الحرص على أبنائها المقيمين في الخارج، وذلك في العديد من الأزمات وبالأخص الأحداث الجارية في السودان، بالإضافة أيضا إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وأزمة كورونا. زميلي محمد المهدي سيعرض لنا مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. أهلا بكم مشاهدي الكرام. لطالما أكدت مصر حرصها على أبنائها في الخارج، حيث كانت الدولة المصرية سباقة دوما في تقديم العون والمدد لأبنائها، لا سيما في وقت الأزمات، من أجل الحفاظ على سلامتهم وإعادتهم لأرض الوطن. أحدث الجهود كانت في أعقاب الأزمة المشتعلة في السودان، حيث تواصل الدولة جهودها لعودة المصريين الموجودين في السودان في ظل الأوضاع هناك، مؤكدة أنها تضع أبنائها كأولوية قصوى وتتحرك من أجلهم وتسخر كافة إمكاناتها في سبيل ذلك. الخبرة المصرية في عملية تأمين المواطنين في الخارج وإعادتهم سالمين جاءت عبر عشرات المواقف التي سخرت فيها الدولة قدراتها كافة لحماية أبنائها. فبالعودة إلى أزمة كورونا عام 2020، أعادت الدولة المصريين العالقين في مدينة ووهان الصينية عبر طائرة خاصة مع إنشاء حجر صحي مجهز بجميع الأجهزة والمستلزمات والأطقم الطبية المتخصصة، فضلا عن إعادة الآلاف من دول العالم أجمع في ظل تلك الأزمة العالمية. الأزمة الروسية الأوكرانية كانت علامة فارقة في جهود الدولة، حيث تم إعادة أكثر من 4000 مواطن مصري من المقيمين في أوكرانيا عبر جهود حثيثة من السفارات المصرية في الدول المجاورة لأوكرانيا، فضلا عن التوجيهات الرئاسية بعودة الجاليات عبر طائرات خاصة من تلك الدول. الطلاب المصريون الدارسون بالجامعات الأوكرانية أولتهم الدولة عناية قصوى من خلال دراسة أوضاعهم وإيجاد حلول لمساعدة الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية. ومثلت جهود الدولة لإعادة الجالية المصرية بأفغانستان إلى أرض الوطن ملحمة بكل المقاييس، بعدما أقلعت طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية وكذلك مسؤول السفارة المصرية بأفغانستان، الأمر الذي يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها. وعلى مدار مرات عدة استطاعت الدولة المصرية إعادة أعداد من الصيادين المصريين بعد احتجازهم في اليمن للصيد في أماكن محظورة، وذلك عبر طائرات خاصة، ونجحت في الحفاظ على حياتهم ونقلتهم بشكل آمن للأراضي المصرية. كل ذلك
في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين رعاياها بالداخل وبالخارج. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا لأبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإعادة أبنائها من الخارج في أوقات الأزمات. نشكر لكم طيب المتابعة. لنتحدث بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. أستاذ حسام، في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. مصر في الحقيقة رفعت منذ سنوات عديدة شعار أن مصر لا تنسى أبنائها، وذلك ظهر جليا في العديد من المواقف، لكن الوضع في السودان له طبيعة خاصة من حيث التوقيت، من حيث تسارع في الحقيقة الأزمة في مدة زمنية قصيرة من حيث أعداد حتى المصريين المتواجدين هناك. الحقيقة طبعا مصر ما بتسيبش ولادها في أي حتة، بس الموضوع في السودان أخطر وحساس أكتر وسرعته كانت عالية جدا الحقيقة، وبالتالي المجهود اللي اتعمل مجهود أكثر من رائع، ده بيدل على إن جهات كتير قوي بتلتحق مع بعض. ممكن احنا في الاول والاخر كمواطنين بنبقى فرحين، فرحانين بعودة ابنائنا طبعا،
ونبقى شايفين اللقطه الاخيره، هم نازلين من طياره وهم نازلين من اتوبيس. انما قبل العمليه دي اكيد في مجهود غير عادي، ازاي يتجمعوا في 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 حتت معينه في بلد الامن فيها دلوقتي صعب ومش موجود، ازاي تنقلهم السفاره، ازاي توديهم بعد كده المطار او الاتوبيسات، اذا كانت تامني ازاي الطيارات وتامني ازاي الاتوبيسات. عمليه معقده جدا ومش سهله، ما بالك بقى ان احنا بنتكلم على اطفال، بنتكلم على سيدات، بنتكلم على رجال. يعني القصه فعلا جهد كبير وقصه يعني غايه في التعقيد، والحمد لله ان ولادنا كلهم بيرجعوا بالسلامه. طيب استاذ حسام، دائما في الازمات الدوله المصريه بتثبت ان اليه التنسيق التناغم بين في الحقيقه مختلف المؤسسات بيؤتي بثماره، وان اجزنا استخدام هذا التعبير. الى اي مدى انطبق ذلك على ما يحدث في السودان؟ رغم يمكن حضرتك تفضلت وذكرت بعض التحديات في الحقيقه في هذه الازمه، من صعوبه التواصل حتى عبر التليفون عبر الانترنت، صعوبه التواصل في الداخل السوداني بين حتى السودانيين بعضهم البعض. من خبرة مؤسساتنا، احنا مؤسساتنا مصر مؤسسات كبيرة، مؤسسات قوية، مؤسسات عندها خبرة متراكمة كبيرة جدا. أنا بتكلم جميع المؤسسات، يعني في القرار السياسي، في المخابرات العامة، في الأمن، في دي دي يعني دي دي حاجات بتدرس لعالم الحقيقة في كل ده. يعني لو رجعنا بالزمن قوي لحرب 73 حتى، والخطط اللي كانت محطوطه واللي درست في العالم بعد كده، ما كل دي تراكمات وكل دي قيادات، وكل دي قيادات عظيمه علمت اجيال اخرى. فالمؤسسات الكبيره العريقه اللي مبنيه على اساس صح، اما بتتكامل طبعا العمل بيطلع بهذا الشكل. صحيح صحيح. وايضا يعني اتمام العمليه بهذا النجاح استاذ حسام ربما سيحتاج المزيد من التنسيق، أو احتاج الكثير من التنسيق، سواء بين القاهرة والخرطوم، التنسيق بين المصريين المتواجدين هناك، صحيح؟ أكيد. ما بقول لحضرتك عشان الموقف حساس جدا، الأمن هناك يعني ما تقدريش تعرف، حتى في الهدنة اللي اتقالت كذا مرة بيتم اختراقها على طول، وبالتالي ما بيبقاش في حتة فيها أمان، خاصة إن حتى الاشتباكات وكده في العاصمة في الخرطوم، دي مش عملية مثلا بعيد عن العاصمة وانت بتجري رعاياك في العاصمة، لان انت بتتكلمي في الشوارع نفسها وفي العواصم نفسها. واحنا شفنا الدول التانية وحتى مصر، يعني ما اعلموا انها بتساعد كمان مع الدول التانية بخبراتها في 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 نقل رعاياها والتسهيل، لان لازم طبعا بيبقى في تنسيق كامل، ولازم زي ما بقول في خبرات متراكمة، وإلا العمل ما يطلعش بهذه الصورة. خبرات متراكمة رغم التحديات. طيب أكيد حضرتك تابعت أستاذ حسام حتى من أو منذ مساء أمس ردود الفعل للمصريين، في الحقيقة في حالة فرحة، في حالة من حالات الثقة التامة في الحقيقة في التحركات اللي قامت بها الدولة المصرية. يعني حتى هم بيحكوا تتابع الأحداث، إن القنصليات مختلف السفارات كانت بتتواصل معهم بشكل مباشر، بتديهم بعض التحذيرات حتى اتخذهم إلى مكان آمن. حالة الثقة دي وانعكاسها من وجهة نظر حضرتك على المواطن في الداخل المصري وفي الخارج المصري كمان، ثقة المواطن المصري في دولته وهو خارج مصر ارتفعت بدرجة عالية جدا الحقيقة. يعني مش بس حتى في لا حتى المواطن المصري دلوقتي في أي دولة يبقى عنده ثقة في نفسه انه ممكن ياخد حقه ما دام ماشي صح. ما بقاش عندنا التخوف في المواطن المصري وهو بره بلده ان محدش هيسال عليه، بمعنى اصح لو وقع في مشكله. ما بال حضرتك بقى في ازمه زي دي، يعني مصر ما بتسيبش اولادها في المشاكل العاديه. والتاكيدات على انه في متابعات بشكل دوري وبشكل شخصي من
السيد الرئيس، إلى أي مدى برضو من وجهة نظر حضرتك أستاذ حسام بيكون ليها انطباع وبيكون ليها تأثير على المواطن الموجود جوه مصر وبره مصر كمان؟ بيدي ثقة غير عادية. يعني أنا يعني ربنا ما يحط أي حد بتكلم في المواقف دي، تبقى وقت صعبة جدا يعني. بس لما بيبقى في هذا الموقف المتأزم جدا ويبقى عارف إن بلده وراه، ويبقى عارف إن رئيس بلده بيتابع هيرجع هو كمواطن إزاي، بتدي ثقة جامدة جدا يعني، بتدي ثقة للمواطن جامدة جدا. وزي ما بقول لحضرتك فعلا هي عملية معقدة جدا جدا، فربنا يتممها بالخير للآخر إن شاء الله. طيب أستاذ حسام، في الحقيقة في بعض الآراء اللي بتبص للأزمة بتاعت السودان وعملية إعادة المصريين من السودان إن هي معادلة في غاية الصعوبة. السودان هي الشقيق أو الجار الجنوبي لمصر، الوضع متأجج في السودان بشكل كبير، أعداد كبيرة للمصريين متواجدين في السودان. على الوجه الآخر مصر لديها محددات، لديها مبادئ لا تتخطاها. فكرة أن أنت تستعيد جالية بهذا الرقم وهذا الحجم من دولة هي البعد ليها بعد جنوبي استراتيجي في الحقيقة، وإن أجازنا استخدام هذا التعبير، دون التدخل فيما يحدث في الداخل لهذه الدولة، إلى أي مدى حل هذه المعادلة كان من الصعب أستاذ حسام من وجهة نظر حضرتك؟ مبادئ مصر العمومية اللي معروفة عالميا وحتى معروفة لكل مواطن مصري إن مصر عمرها ما بتتدخل في شؤون داخلية لبلد أخرى. يعني إمتى عمر ما مصر كانت تتدخل في شؤون بلد داخلية؟ وبالتالي دايما بتبقى قيمة البلد دي إنها للشعوب، إنها مش عاوزة حاجة غير رفاهية الشعوب الأخرى. عمرنا ما بصينا البلد على إن فيها ثروات فنطمع في ثرواتها. عمر احنا دايما بنبص للحاجات المشتركه، للبنى المشترك. مصر حدودها مفتوحه للسودانيين من امتى؟ طب هل احنا كمصريين لاخواتنا السودانيين او اي بلاد اخرى يعني حصل ظروف وجم في مصر، هل احنا بنقول عليهم مهجرين؟ عمرنا بنتكلم الشعب. هتلاقي في جاليه سوريه كبيره جدا عايشه وسطينا، يعني اهلنا. يعني الحقيقه دي ميزه موجوده في مصر، عشان كده كتير برضه بيحبوا يروحوا. انا بتكلم كلاجئ او كظروف، بيحب يروح مصر. احنا مش مجتمع عنصري. احنا هل من وجهه نظر حضرتك استاذ حسام ده اللي جعل ايضا هناك في ثقه من بعض الدول الصديقه، خلينا نقول، لان هي يتم التنسيق بينها وبين الدوله المصريه لاستعادة أبناء الجاليات المختلفة لمصر، من ثم العودة إلى بلدانهم؟ أكيد، لأن مصر عندها قربها من السودان، وإحنا دايما نقول إحنا بلد واحدة وشعب واحد، وده بجد يعني هتلاقي إحساس موجود في المصريين. وبالتالي هتلاقي مصر عندها معلومات كبيرة وعلاقات كبيرة مع السودان، ممكن تفرق عن أي دولة أخرى حتى لو كانت دولة كبيرة أو قوية. إنما العلاقات المصرية السودانية عموما مع برضو أرجع أقول الأجهزة اللي مبنية من زمان على خبرات عالية جدا، ما هو ده في الآخر الدول بتحتاج الدول في كده خبراتها. وبالتالي إحنا بندي مساعدة لأي دولة، دي مساعدة إنسانية وضع طبيعي. طيب أستاذ حسام، يعني من النقاط المضيئة في الأزمة دي في الحقيقة فيما يخص عملية عودة الجاليات المختلفة سواء المصريين أو غير المصريين من وإجلائهم من السودان، كانت فكرة أنه الكثير تحدث عن متانة العلاقات أو الثقة اللي أصبحت موجودة في الدولة المصرية، أنه يتم الاعتماد على الدولة المصرية لإجلاء رعايا بلدان أخرى لمصر. بتحدث هنا عن البلدان اللي تم التنسيق بين مصر وبينها لاستقبال رعاياها في مصر. لأن زي ما أنا بقول السودان بالنسبة لنا بلد شقيق، بلد طول عمرنا نعتبر نفسنا بلد واحد. أجهزتنا القوية، العلاقات القوية مع الجيش السوداني برضو، الشعب السوداني، مع برضو نرجع نقول
هذا الوضع وضع حساس جدا وما هوش سهل ومتسابك الاوضاع. كل مش هقول كل يوم، لا ده كل ساعه بيحصل حاجه، وبالتالي قدره البلد وقدره اجهزتها اللي تقدر تساعد يعني تجني مواطنينها وبتساعد في جناء اي دوله تحتاج خبره لانها موجوده وعندها علم بكل دقيقه بيحصل ايه والمتغيرات ايه. وطبعا ما ننساش الجهد الرهيب للسفاره المصريه والخارجيه المصريه الحقيقه في هذا برضو التنظيم. نعم نعم، انا بشكر حضرتك في الحقيقه جزيل الشكر الاستاذ حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين، بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة
من خلال الإجلاء الجوي وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية. أضاف المتحدث باسم الخارجية بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من القنصليات مصر في الخرطوم وبورت سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 1539 مواطنا، وجاري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك. على كل حال، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة نرمين، أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. يعني نتابع منذ أمس جهود في الحياة كبيرة، تنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لإجلاء المصريين وحتى البعثات أو الجاليات الغير مصرية التي تم التنسيق بينها وبين الدولة المصرية لعودة الجاليات الخاصة بهذه الدول. كيف تابعت هذه الجهود حتى اللحظة أستاذة نرمين؟ تفضلي. برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. هو بداية يعني مصر عبرت أزمة الرعاية المتواجدين في السودان باحترافية وبذلت جهود يمكن وصفها بالاستثنائية في مجال إجلاء الرعاية المصريين وغير المصريين على عدد من المستويات. يعني المستوى الأول كان تشكيل خلية للأزمة في مصر من الجهات المعنية، وزارة الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات باعتبارها الجهة المنوطة بالأمر، وكان هذا على مستوى الداخل المصري. على مستوى السودان تم توفير 4 جهات للتواصل مع الرعاية المصريين الموجودين في الأراضي السودانية، زي ما حضرتك ذكرتي السفارة المصرية في الخرطوم وكذلك القنصلية المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية في بورت سودان ومكتب القنصلي في وادي حلفة، وقامت فضلا عن ذلك بتنسيق مع الجهات السودانية وتوجيه الرعاية المصريين الموجودين في الخرطوم بالتزام المنازل حتى تتحسن الأوضاع الأمنية. وعلى مستوى المعابر قامت مصر أيضا ببذل جهود استثنائية لتسهيل إجراءات الدخول أولا بالنسبة للمصريين بشكل مبدئي وحتى لغير المصريين. قامت بتوفير المساعدات الطبية على المعبر من سيارات إسعاف وغيرها والمستلزمات الإغاثية وحتى الدعم النفسي للواصلين من الاشتباكات في السودان. وبالتالي يمكن وصف الجهود التي بذلتها الدولة المصرية حتى الآن بالجهود الاستثنائية. يعني احنا بنتكلم على جهود وعن خطة متكاملة الأركان أستاذة نرمين في تنسيق بين المختلف الأجهزة المعنية زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي وبين المصريين بعضهم البعض وبين القنصليات والمصريين. إلى أي مدى نحن نتحدث هنا عن نموذج في الحقيقة قوي على وحدة خلينا نقول المؤسسات؟ زي ما حضرتك اكدتي برضو هو نموذج يعني يحتذى حتى على عدد من المستويات سواء في اجلاء المواطنين المصريين في اوقات السلم او حتى في اوقات الحروب. يعني شاهدنا نفس القدر من التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدوله المصريه في اجلاء الرعايه المصريين الموجودين في الصين على سبيل المثال وقت تفشي وباء كورونا، والموجودين في اوكرانيا وفي افغانستان وقت حدوث توترات او اشتعال ازمات في تلك الدول. وبالتالي مصر لديها خبرة في إجلاء رعاياها في الحالتين. الحالة السودانية كانت مصر أيضا من أوائل الذين دخلوا إلى الميدان في إجلاء الجنود المصريين في السودان، وكانت من أوائل من تنبهوا بخطورة الأمر بالنسبة للمدنيين، وشكلت على هذا الأساس خلية للأزمة في مصر فضلا عن التنسيق مع الجهات في السودان والتنسيق مع الدول الصديقه في اوروبا للمساهمه ايضا في نقل وتامين وصول رعاياهم. طيب استاذه نرمين، حضرتك تفضلتي واسترجعتي في الحقيقه خبرات سابقه او تجارب سابقه خلينا نقول الدوله المصريه سواء في ووهان في اوكرانيا في افغانستان في اليمن وغيره. حدود الاختلاف
أستاذنا نرمين، إذا كان الهدف واحد وهو الحفاظ على أمن وسلامة المصريين المتواجدين في أي مكان مهما كانت الظروف، لكن هل ثمة اختلافات بين هذه التجربة أو عملية إجلاء المصريين من السودان والتجربة الأخرى؟ أعتقد أنه في اختلاف يتمثل بالدرجة الأولى في ربما ضخامة الجالية المصرية الموجودة في السودان، مما يجعل الأمر أصعب وجود عدد كبير منهم في الخرطوم، وهي الولاية التي تشهد الاشتباكات بالشكل الأكبر، ومن ثم هناك صعوبة في تأمين حتى نقل الرعاية تمهيدا لإعادتهم للأراضي المصرية. هناك توقف في حركة الطيران في عدد من المطارات السودانية، ولذلك حتى نقل الرعاية يتم من مطارات قريبة من الخرطوم لمطار شرق في القاهرة. ومن ثم أعتقد أن الأوضاع الأمنية في السودان أكثر خطورة، ومن ثم فإن الجهود التي بذلتها مع الوضع في الاعتبار أستاذة نرمين، هذه القواعد الراسخة اللي يمكن بتنظم العلاقات الثنائية، بتكلم هنا كمان عن اتفاقيات، عن قوانين دولية. بالطبع، لانه حمايه المدنيين في اوقات الحروب يعني هي الاولويه الاولى، سواء للدوله التي يقيم فيها الرعايه المصريين او حتى بالنسبه للدوله المصريه. وبالمناسبه هنا برضو مصر يعني بعثت برسائل اطمئنان عديده لجالياتها الضخمه الموجوده في السودان، حينما اكدت ان البعثه الدبلوماسيه المصريه مستمره في اداء عملها والتنسيق مع المصريين هناك والتنسيق مع الجهات السودانيه حتى يتم جلاء اخر مواطن مصري يرغب في العوده الى الاراضي المصريه، عكس بعض الدول التي قامت باغلاق سفاراتها وسحب الممثلين الدبلوماسيين لممارسه عملهم من مناطق اكثر امنا. في الحقيقه الدوله المصريه دايما ما بتكون جاهزه في وقت الازمات، والنجاح اللي يمكن احنا بنشوفه دلوقتي وشفناه امبارح وبنتابعه النهارده ومستمرين في متابعته في عوده اشقائنا المصريين واخواتنا وابنائنا المصريين بسلام الى مصر، ده كان في الحقيقه مجهود سنوات كبيره من اعمال مؤسسيه، من تنسيق، من العوده فعلا لطاولات نقاش واليات تنسيق بين مختلف الجهات. يا استاذه نرمين، يعني فكره القضاء على ان مصر كانت تعمل في جزر منعزله، ده يعني فكره اتلغت اعتقد منذ سنوات. يعني الدوله المصريه ظهرت بشكل مختلف وباداء مؤسساتي مختلف، وزي ما اشرت لحضرتك ده انعكس في العديد من الازمات التي اثرت على العالم ليس فقط على الدوله المصريه. وفي كل مره اثبتت مصر انها تستطيع ان تتعامل مع الازمه بشكل احترافي، بشكل يراعي قواعد القانون الدولي، يراعي المعايير الانسانيه، ويراعي كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول والمحافظه على سيادتها. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر أستاذة نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، بتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. We'll be right back.
تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلدي الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلدي اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلدي اللي لو قامت مفيش قوة تحوشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي محدش جه عليها في أي يوم إلا وخسر. بلدي قوية ومستحيل تقع في يوم أو تنكسر، بلدي قوية ومستحيل تقع في يوم أو تنكسر. لمصر ونموت لمصر، مصر مصر
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية جهودا كبيرة لحماية أبنائها في الخارج، وهو ما توج بنجاح عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان. نتابع المزيد في هذا العرض مع كريم حاتم. أهلا بكم. جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لإجلاء مواطنيها وأبنائها منذ بدء الاشتباكات في السودان بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. مصادر مصرية مسؤولة أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان، وتضم خلية الأزمة العديد من أجهزة الدولة المعنية، وهي وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارات الداخلية والخارجية والهجرة. كما أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. مطار شرق القاهرة يواصل استقبال المصريين القادمين من السودان بعد نجاح عمليات إجلائهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين الذين أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهود الدولة في إعادتهم إلى مصر. معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان يواصل أيضا استقبال المصريين القادمين من السودان، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك. كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول، حيث يشهد المعبر استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال القادمين من السودان، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. وزارة الخارجية من جانبها أعلنت استمرار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين في السودان عبر الإجلاء الجوي والبري بالتنسيق مع السلطات السودانية. كما أكدت الخارجية أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية في الخرطوم وبورت سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم. إذن مصر كعادتها وفي المحن تواصل حماية أبنائها في الخارج في أي أزمة وبمتابعة حثيثة من القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جميع المصريين بالخارج. مشاهدينا، كان هذا عرضا لجهود الدولة المصرية لإجلاء مواطنيها من السودان. شكرا على طيب المتابعة. للمزيد عن جهود الدولة المصرية لاستعادة المصريين من السودان ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. في الحقيقة جهود كبيرة بنتابعها لإجلاء المصريين وعودتهم بسلام وأمان إلى أرض مصر. برأيك أستاذ جمال، ما هي الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لإتمام نجاح هذه العملية؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد يجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية دائما بتنتصر للمواطن المصري في الداخل أو في الخارج، هذا هو العنوان الأبرز في الحقيقة. وهذا المشهد الذي نراه اليوم ليس نتاج اللحظة، ولكن زي ما حضرتك قلتي هناك أدوات كثيرة تعتمد عليها الدولة المصرية في تحقيق سلامة وأمن المواطن سواء في الداخل أو الخارج، سواء فيما يتعلق طبعا في الخارج بالتحديد نتحدث عن الدبلوماسية المصرية التي تستطيع التواصل مع كافة الأطراف و يعني تحقيق مصلحة المواطن المصري، وده بنجده حاضرا في كافة الأزمات. في الأزمة السودانية طبعا وجدنا التواصل المصري مع طبعا الجانب السوداني والتنسيق وإيجاد ممرات آمنة ومسارات آمنة لخروج الجالية المصرية وتأمين خروج الرعاية المصريين، كلها بتؤكد أن الدبلوماسية المصرية دبلوماسية قادرة على تحقيق هذه المهمة بنجاح. أيضا طبعا خلف الدبلوماسية وفي طبعا المقدمة بنتحدث عن قرار سياسي، وهنا نتحدث أيضا عن القيادة السياسية المصرية التي تمتلك هذا القرار السياسي الذي في الحقيقة ينحاز دائما للمواطن المصري ويحقق أمنه في الداخل والخارج. وبالتالي نرى أن هناك نهج يعني راسخ في الدولة المصرية منذ عام 2014 له علاقة ب يعني الحفاظ على الرعاية المصريين في الخارج. رأينا مواقف متكررة وتعليمات وتوجيهات من القيادة السياسية المصرية في كل الأزمات ل يعني إحضار الرعاية المصريين من الخارج في الأزمات. رأينا هذا في إبان طبعا جائحة كورونا، رأينا الطائرات المصرية كانت تجوب مختلف دول العالم لتأتي بالمصريين، رأينا في حينما تفاقمت الأزمة في أفغانستان في روسيا وأوكرانيا وغيرها من المواقف رأينا القرار السياسي حاضرا. إذن أيضا القرار السياسي أحد أهم الأدوات بل الأداة الرئيسية في يعني أن يكون لدينا الآن
الدولة تستطيع أن تحقق هذا المكتسب المهم وهو رعاية المصريين في الخارج وإشعارهم بهذه يعني المواطن في الأولوية أيا كان موقعه أيا كانت التحديات. أستاذ جمال بالتأكيد يمكن هذا أيضا مهم للغاية، لا يوجد الآن تفرقة ما بين المواطن في الخارج وفي الداخل، لدينا دولة بتؤمن بحق المواطن سواء كان يسكن على أراضيها أو كان في أي من الدول الأخرى، هناك حق لهذا المواطن، الدولة المصرية بتسعى لتقديمه إليه من خلال يعني مادي اليد العون والمساندة، وأيضا شعور المواطن المصري الآن بالطمأنينة، يمكن يعني حتى في هذه الأزمة لم نرى أصواتا عالية حتى من قبل أي من المواطنين، لأن المواطن أصبح يدرك، طبعا بتكلم عن المواطنين كانوا في السودان لأنهم يدركون تماما أن لا مجال حتى للاستغاثة، ولكن الدولة المصرية حتى قبل أن يستغيث المواطن هي حاضرة وموجودة. العقيدة الدبلوماسية التي خرجت في أحد أهم البيانات مع بداية الأزمة التي أخرجتها وزارة الخارجية وتحدثت أن العقيدة الدبلوماسية بتؤكد ان وزارة الخارجية لن تخلي اي من بعثاتها الدبلوماسية قبل الاطمئنان على كل المواطنين المصريين. هذا البيان بيؤكد هذا المعنى، الدولة المصرية في الحقيقة الان اصبحت هي الحصن الحصين للمواطن المصري في الداخل والخارج، وبالتالي انا اعتقد ان الشعور بالفرحه، الشعور بالطمانينه، الشعور بالسكينه كلها مشاعر يعني بتسكن في صدور المصريين في الخارج الان، وهم يروا هذه المشاهد التي تؤكد على قدره وقوه الدوله المصريه، لان ما تحققه الدوله المصريه طيب. يؤكد على امتلاك مصر القوه الشامله التي تستطيع من خلالها تحقيق هذه المكتسبات للمواطن المصري. طيب استاذ جمال، حضرتك في الحقيقه ذكرت اكثر من ملمح لخطه متناسقه، لخطه متكامله. اذا بدانا هذه الخطه بان المواطن المصري هو الاولويه، الدبلوماسيه المصريه في الحقيقه عده ملامح وعده محاور، الى اي مدى نستطيع القول ان ما يحدث الان هو تكليل لمجهودات بدات الدوله المصريه او خطه اكبر من ذلك بدات الدوله المصريه العمل عليها منذ سنوات حتى تستطيع الان وتكون قادره كما تفضلت وذكرت وقويه لان تستجيب للمصريين، يكون هناك نوع من انواع السرعه في الاستجابه والتحرك لانقاذ المصريين المتواجدين واجلاء المصريين المتواجدين في السودان، مع التمسك بالمبادئ التي تحكم الدبلوماسية المصرية والسياسات الخارجية المصرية. بالتأكيد نحن نتحدث طبعا في البداية يعني عن هناك نهج واتضح بعد عام 2014 فيما يتعلق بتعامل الدولة المصرية مع المصريين في الخارج، وده كان نتاجه طبعا وجود وزارة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووجدنا أيضا تحقيقات دستورية وغيرها من الأمور للمصريين في الخارج، وبالتالي نتحدث عن اهتمام غير مسبوق في الحقيقة بالمصريين في الخارج ظهر وقت الأزمات، وبالتالي هذا نتاج بالفعل رؤية متكاملة ونهج مصري تم الترسيخ له بعد عام 2014. أيضا الثوابت المصرية الخارجية والتزام مصر الدبلوماسي والسياسي ووجود القاهرة كركيزة استقرار وسلام ومحور للسلام في المنطقة أيضا أحد أهم يعني أدوات وأليات الدولة المصرية للعمل لتحقيق هذا المكتسب المهم للمصريين في الخارج. الدولة المصرية في الحقيقة طوال الوقت هي لديها ثوابت رئيسية في سياستها الخارجية، تدعم الدول الوطنية، تدعم المسارات السياسية لحل الصراعات. نعم. ثوابت أيضا الأدوات المهمة التي مكنت الدولة المصرية من التواجد والتواصل مع طيب أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الجزء من هذه التغطية، ولكن التغطية مستمرة مع حضرتكم على شاشة إكسترا نيوز. أشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.